فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضر الإنسان إلى صلاة الجماعة وقد اكتمل الصف الأول وليس إذا حضر الإنسان إلى صلاة الجماعة وقد اكتمل الصف الأول، فهل يجب عليه أن ينتظر حتى يأتي معه شخص آخر أو يقف يمين الإمام؟ إن حصل له يقف عن يمين الإمام، طيب يقف عن يمين الإمام، لأنه مو بلازم يجي واحد ثاني. إذا ما حصل ينتظر حتى يأتي من يصلي معه. نعم.